دخل نادي الهلال السعودي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول سلسلة انتصارات متتالية، وهي 34 مباراة في تاريخ كرة القدم. وخلال مراسم تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، كرمت موسوعة جينيس للأرقام القياسية نادي الهلال السعودي بعد تحقيقه أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ أندية كرة القدم. وتسلم فهد بن نافل رئيس النادي والبرتغالي جورجي خيسوس مدرب الفريق شهادة من ممثلة جينيس على ملعب المملكة أرينا على هذا الإنجاز التاريخي. وكان الفريق السعودي الملقب بالزعيم قد حقق أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بـ 34 فوزاً متتالياً في كل البطولات خلال الفترة من 25 سبتمبر 2023 حتى 11 أبريل 2024. جورج خيسوس واستمراره في قيادة الفريق. وكانت أقيمت يوم الجمعة مراسم تتويج الهلال ببطولة دوري روتشن السعودي لموسم 2023-2024 في ملعب المملكة أرينا وسط أجواء ممتعة، وذلك بعد فوز الأزرق ببطولة الدوري. وحسم الهلال الفوز بلقب دوري روتشن السعودي في الجولة 31 بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف. ويتصدر الهلال ترتيب أندية الدوري برصيد 93 نقطة من 33 جولة، كما حقق حتى الآن 30 انتصاراً و3 تعادلات في الموسم الحالي بلا خسارة.